ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هي الحلقة الخامسة لكيف تصنع يو بي اس محلي. الحلقة الخامسة اليوم نحكي فيها أول شيء ركبنا طبعا على الواجهة، واجهة اليو بي اس مقياس أمبير والقاطع. القاطع طبعا هذا على التسلسل مع الخط البطارية، خط السالك مو مع الكهرباء، مع البطارية. يعني أقل شيء 50 أمبير خلي يكون قوي. يعني هلا بنثبت المقياس الفولت ديجيتال طبعا إلكتروني، ويعطيه جمالية. هون تنحطه هون مثلا، وبنقشر بنقشر عليه، بنقشر هون هلا. هاد قشرنا يعني، هاي قشرنا. هلا هون بدنا نقص، هاي مقصاج هذا، وهذا المقص ايطاليا مو صيني. يعني تقدر تشتري 20 واحد صيني بيخربوا معك، الايطالي يتم معك. هذا صار تقريبا 20 سنة عندنا. هلا هاي ثبتناها، ثبتنا هون مقياس الفولت ديجيتال. هون هلا دارة الايقاف، يعني واحد كل واحد وحسب، يعني تقريبا تكون الديكور اللي هو تحطه على ذوقه. يعني بدنا نقشر مثلا هون مكان اللدات، مثلا هون هذا هون وهذا هون، يعني على الاقل يكون بالنص، يعني اللدات يطلعوا بالنص. هون هاي دارة الايقاف، مشان هون بطارية ممتلية وهون جاري شحن. هدول اثنين بنسخبهم بالمسخب هون، وهون بنحط مكان مفتاح، بنقصه مكان مفتاح الانفرتر. هذا تشغيل واطفاء الانفرتر هذا مشان يصير اوتوماتيكي وعادي يعني. وهذا هون الخط تبعه، هالمفتاح بده يجي من الخط الخمسة هون تيسير المفتاح. هذا قلم ازرق هون. هذا المفتاح اللي هلا اشرت لكم اياه بيجي من الدارة لهون، وهون من خط الخمسة بيجي بيتركب هون. هون اوف، هذا المفتاح اللي هلا هذا مؤشر الكنية، هذا هون هذا المفتاح. هلا بنثبت هدول، بنثبتهم. هلا هون ركبنا المفتاح وثقبنا ثقبين هون مشان دارة الإيقاف. هلا هون الشرطان، نجي على الشرطان هون. هذا الخط رقم 6 شريط احمر بيجي مشان دارة الايقاف. في عندكم حلين دارة الايقاف. هلا اذا ركبناه رقم 6، برغي رقم 6، لاحظوا هون الرقم 6 هون، هذا مباشرة طبعا الموجب من هون عم يجي مباشرة. ركبنا خط يعني خط الموجب مباشر على دارة الايقاف. يعني اذا البطارية بس توصلت يتم الضوء الاحمر شغال دائما طول ما البطارية موصولة، وفي حال طبعا اجت الكهرباء كمان هذا الضوء ما يتغير. تعبت البطارية بيشتغل الاخضر. في حل تاني كمان، اذا حطينا الخط الاحمر تبع دارة الايقاف حطيناه على الرقم 7 هون، رقم 7 هون اذا حطيناه بس اثناء قدوم الكهرباء بيشتغل الضوء الاحمر ويصير جاري الشحن. شوف حلين، يعني الا الطريقتين بتصير. يعني طريقة انه على الخط 6 مباشر، وطريقة انه الخط 7 بس بيفصل يجي للكهرباء الريلي يتغير، يتغير ملامس الريلي بيتوصل السابع هون بيفصل هون. يعني خط 6 هو المشترك، بيجي على الخمسة موصول،
اجت الكهرباء بيفصل من الخمسة بيجي على السبعة. هلا هون حطينا الخط الأحمر على الستة، بدنا نوصله مع قطب الموجب. هون مكتوب زائد، توصلوا على الزائد. يعني هاي دارة الإيقاف. طبعا الحلقة الماضية عيرنا دارة الإيقاف. هلا هون لحمناه بقطب الموجب. القطب السالب من وين نجيبه؟ أنا جايبه من هون، هذا القطب السالب، لأنه هو نفسه هذا الخط من البطارية. هذا خط البطارية، هذا خط البطارية، هذا هو اللي بيروح على البطارية، هذا هو بيجي لوين؟ بيجي على القاطع. تابعوا، من القاطع بيجي على مقياس الأمبير، ومن مقياس الأمبير بيجي على الدارة. هون بيغذي الدارة على الموسفتات. طبعا هذا انا من عندي سويته هالملف. طبعا يمر التيار، بيمر على الملف كمان، وبيمر على المقياس الامبير. المقياس الامبير اللي بالسوق 60 امبير. اغلب اليوبي اسات عم يحترقوا، يعني ما يعني هذا تجيب 100 امبير او اكثر، و100 امبير غالي كتير، يعني بيصير له كتله وكذا. قمنا ركبنا هذا الملف. طبعا ما بيعطي مؤشر 100%، يعني بس بيعطيك انه عم يشحن البطارية. هو الغاء، يعني انت ما يعني اي مواطن عادي ما يعرف انه مثلا 40 امبير و20 امبير ايش هو، بس يعرف انه عم يشحن البطارية. واذا صفر معناته خلاص البطارية تعبت. وطبعا هذا الدلالة كمان الاخضر، دارة الايقاف لما بيشتغل اللون الاخضر كمان بيعطيك، بس هون انه تعرف انه عم يشحن. يعني مرات بيصل للاخير معناته البطاريه فاضيه كتير، يعني الماكسيموم. يعني هلا هون اخذنا الخط من هون السالب، يعني باعتبار هذا كله سالب، بنلحمه مع هون مع السالب. مكتوب سالب زائد وناقص، وهذا هذا لحمنا. يبقى الخطين هون، طلع دارة الإيقاف خطين تبع الريلي، وطبعا مسجل عليه 1 2. هذا هو 1 2. هدول الاثنين بنوصلن وين؟ الخط رقم 3 تبع قاعدة الريلي بيتوصل واحد هون. هذا قاعدة الريلي، هذا لحمنا رقم 3. والخط الثاني من وين جاي؟ من المفتاح. قلنا لكم المفتاح المشترك، تذكروا المفتاح تبع سريع وبطيء، هذا اللون الاحمر المشترك، هذا هو بيجي على الطرف الثاني. طبعا هذا المفتاح، هذا هو المفتاح، الخط المشترك بيجي لهون. يعني مرة يصير سريع مرة بطيء، يعني مرة يجي على ملف 200 ومرة يجي على ملف 220. هلا هاد طبعا دارة الإيقاف مثل ما قلنا لكم قبل عيرناها، هلا جاهزة هي. طبعا تثبيتها بنحطهم هون مكان الأضوية. هاي حطينا هون، حطينا الأضوية، تثبيتها بشوية سيليكون. هو ثابت، يعني طبعا سوينا مكان ضيق شوي عشان ثابت. هلا هون بنثبته بالسيليكون. هو لحاله هلا بس ينشف تيمسك خالص. هات خلصنا منه. نجي هون، هاد طبعا وصلت الجك تبع مقياس الفولت تبع الديجيتال، وصلتوه مع شريط. وين شريط؟ المجهز اللي قلنا لكم شريط شوي اتخن من البريز، يطلع من البريز، من برغيين البريز بيجي لوين؟ بيجي على الجكي تبع الفولت. هاي الجكي الفولت. هاي جاكيت الفولت، هاي خلصنا منها. هلا
بنيجي على الخط، المفتاح الريلي هون رقم 5. ركبت لكم شريط اخضر مثل ما هون عندنا، هون اخضر ركبتوه اخضر مشان ما تخربطوا يعني. هذا يجي وين؟ على المفتاح، قلنا يكون المفتاح اللي هلا ركبناه اون اوف بيجي لهون. وخط من الدارة هذا هو، هل هذا اخضر، وخط من الدارة هون، اكوان الدارة هون، هاي من الدارة بيجي لهون، هدول اثنين بيتركبوا على المفتاح هون. واحد يتركب هون، والثاني يتركب هون، هاد كمان راح، مفتاح كمان راح ركبناه. هلا هون هذا المفتاح اللي ركبناه هون. طبعا الدارة اللي قلت لكم انه الخط جاي من الدارة من هون. طبعا هذا الخط المجوز الاي سي قلنا لكم، شرحنا لكم قبل هلا الحلقة القبلة. اما هون هذا الخط اللي بيروح المفتاح، هذا اللي عم قلكم عليه، بتوصلون اثنين مع بعض، هو مكانين هون بتوصلوا اثنين مع بعض، يعني الشريط لما توصلوا تقصروا مع بعض. اما هون عم يجي مقاومة هون، بتعرفوا ليش هالمقاومة؟ هاي المقاومة 220 اوم. هذا لايش؟ في حالات، شوفوا يعني انتبهوا عليها كويس، يعني في حال اذا انت بدك تصنع يو بي اس 24 فولت، اذا تصنع يو بي اس 24 فولت. هلا هون هذا الترانس، هذا 0.12 0.12، اذا بتسوي 24 بدك تسوي 0.24 0.24. الدارة شلون بقى تكملها؟ نفس الدارة بتقطع هون بالمشرط، بتفصل هون هالقصر، هذا بتفصله، طلع هاي انتبهوا كويس كتير عليها، هاي بتفصله. اذا فصلته يمر التيار وين؟ عن طريق المقاومة 220، بيجي لهون على الدار مشان ما ينضرب الايسيات. 24 فولت لانه مو 12 فولت، هاد واحد بالنسبة لل 24 فولت. قلنا الملف بيصير 0.12 0.12، وهون بتفصل هون كمان اثنين. ثاني ثالث خطوة الموسفت، هلا الموسفت ال 12 3205 75 ان 75 هدول كلها بيصيروا يعني. طبعا 3205 يمكن 110 امبير بيتحمل. بالنسبه ل 75 ان 75 75 فولت يتحمل و 75 امبير يتحمل. في 0.64 بيتحمل تقريبا 30 امبير. سجل هون هنا. هلا ال 0.64 اي عرفت 3205 75 فولت 50 فولت 110 امبير طبعا الاصلي يعني. اما هذا التقليد يعني، اما التقليد يمكن اقل بكثير. ال 75 ان 75 75 فولت و 75 امبير. شو لاحظوا مشان ال 0.64 55 فولت و62 امبير. طبعا هذا حجم كبير، وهذا الاكثر شيء ناجح يعني. طبعا بس غالي سعره يعني، مو مثل الصفر، مو مثل 3250. بالنسبه لل24 فولت بدك تركب 260 اي ار اف 260، ايش قد يتحمل؟ 200 فولت باعتبار 24 هو لازم يكون فولته عالي، و50 امبير افضل شيء 260. هذا يعني هالمعلومة مشان ما تخربطوا. طبعا في 200 اي ار اف 250 كمان 200 فولت بس 30 امبير، طلع هذا 50 امبير. كل واحد حسب مواصفات بتركبه مشان يتحمل. وان شاء الله حلقة جديدة، والحلقة السادسة ان شاء الله قريبا من الحلقة نكملكم يعني. طبعا الحلقة السادسة بإذن الله
تفاعلوا معنا وشاركوا معنا إن شاء الله. يعني بدي أعطي إيش في معلومات تعلمتها على الفترة، يعني بدي أعطيها بإذن الله طبعا. خليها صدقة جارية، ولا تنسوا الإعجاب واللايك بقناتنا ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.